لما تيجي تتحرك يبقى فيها مجال تتحرك فيه. فالحل الوحيد ان انت تطلعي بره. تقديري ان ده اول تصور علمي حقيقي اتعمل في المسألة دي، ان انا بقول للراجل اللي هيروح يشتغل في الفرافرة ولا في اي مكان من اماكن الواحد ونص مليون فدان لابد ان يروح يستقر، وبدأت اعمل له بيت هناك، بيت وحياة واسم شرطة ومستشفى وكل حاجة. ده الصح اللي انا بعمله. طبعا هذا الموضوع هياخد فلوس كتيره برضه عشان الناس تبقى مش اصل بعض الناس بيقول لك ايه، لا ده احنا خلاص المليون ونص استصلح، لسه احنا بدانا 10,000 فدان في الفرافره وبداوا وحصدوا القمح فعلا، وده كان حاجه الواحد تشرف انه شاف الحاجات دي على ارض الواقع سواء في الافتتاح او في الحصاد. نعم. ثم عندك الابار الجوفيه صالحه دلوقتي، اتعملت ابار تصلح اظن لزراعه واستصلاح 400,000 فدان. بعد كده هتبتدي اظن غرب المنيا واسيوط وهتنقلي على سيناء ومناطق اخرى والبحيره. النقطه الجوهريه طبقا للمعلومات اللي انا سمعتها من وزراء الري السابق والحالي، نعم، انه يعتمد اعتماد اساسي على مياه الجوفيه. وطبقا للدراسات اللي قالوها كان هناك من فتره طويله جدا مشروع العوينات وشرق العوينات كانوا بيقولوا توقف العمل فيه في الستينات والسبعينات لانه طرح من فتره طويله جدا خوفا ان المياه الجوفيه قد لا تكفي اكثر من 20 او لحد 50 سنه. الدراسات الحديثة طبقا للوزارة بتقول ان هي تكفي لأكثر من 100 سنة وتزيد. نعم. وهي آبار متجددة. يعني هتبقى كارثة طبعا لو وزارة ري بتقول معلومات مش دقيقة مضلل. طبعا بتحتاج فلوس كتيرة جدا في حاجات قليلة على عمق على وش الأرض، لو حطيتي ماسورة بتطلع مية، لكن في حاجات تانية الحفر بيصل إلى 1000 متر. نعم. كل ما أرجوه انه وزارة الحكومة وهي بتخطط لده لا تكرر المأساة اللي حصلت في ترعة السلام. ترعة نعم. السلام في وقتها كان مشروع عظيم جدا لأن بتنقلي مية النيل نفسها من الدلتا إلى سيناء. اللي حصل دلوقتي إن جزء كبير جدا الناس أهل سيناء بيقولوا إن المية بتيجي ملوثة لأن في حتت بيتم إلقاء في 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 أكثر مخلفات وهو بيمر في المناطق الكثيفة في الدلتا، فتبقى انت عملتي مشروع صرفت عليه فلوس كتيره جدا ونتيجه شرب تحول الى للاسف الشديد مكب او مقلب للنفايات. هي دي الحاجات ان انا ببذل جهد كبير جدا بس لا اتابع ولا اراقب. لكن دي مش يعملها لا رئيس الجمهوريه وحده ولا رئيس الوزراء، عايزه مجتمع كامل صاحي ومصحصح وواعي عشان يدرك ان ده الامل الحقيقي اللي هيطلعك من المشكله بتاعتك في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق على وجود حضرتك معنا. مشاهدينا متواصلون مع حضراتكم في من القاهره في وقفه حواريه ثانيه بعد هذا الفاصل. يوما وراء الآخر تزداد تفاقم أزمة المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية، حيث تابعت الشرطة السلوفاكية البحث عن المهاجرين الواصلين إلى البلاد بشكل غير شرعي ومهربي البشر على الحدود السلوفاكية المجرية اليوم الخميس، وأوقفت المركبات لتفتيشها وتفقد مستندات الركاب. وكان من بين السيارات التي تم تفتيشها حافلات ضخمة وسيارات شحن صغيرة. وعادة ما ينشط مهرب البشر خلال الليل وعطلات نهاية الأسبوع طبقا للشرطة السلوفاكية. بعض المهاجرين الواصلين إلى سلوفاكيا عبر المجر اتخذوا طريق البلقان شمالا من اليونان، ولكن حوصر نحو 57,000 لاجئ ومهاجر في اليونان منذ إغلاق حدود البلقان في مارس الماضي أمام طريق المهاجرين الواصل إلى قلب أوروبا المزدهر. واتخذ أكثر من 1,000,000 مهاجر ذلك الطريق على مدار العام الماضي، أما كل الذين دخلوا عبر تركيا فلم يرغبوا في البقاء في اليونان. مشاهدينا الكرام أجدد التحية لحضراتكم في هذه الوقفة الحوارية الثانية في حلقة اليوم في من القاهرة، ويسعدنا أن يكون معنا فيها للحديث عن الهجرة غير الشرعية الدكتور أيمن زهري رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة غير الشرعية. أهلا بك يا دكتور أيمن. أهلا بحيك يا فندم. كما تابعنا في هذا التقرير إحباط محاولة جديدة لهجرة غير شرعية لمصريين وغير مصريين، 155 مهاجر غير شرعي. نقطة البداية، احنا كان لينا حديث قبل كده يا دكتور أيمن في من القاهرة عن الهجرة غير الشرعية، وعرفناها
واحب حضرتك برضو تقول لنا ايه الفرق بين الهجره غير الشرعيه والهجره الشرعيه وكنقطه بدايه وننطلق منها لحوارنا ازاي مجابهه هذه الظاهره. تمام. اولا كل سنه وحضرتك طيبه وكل المشاهدين طيبين بمناسبه رمضان. بالنسبه للتفرقه بين الهجره الشرعيه والهجره غير الشرعيه هو في طريقه الدخول. يعني بمعنى انه الشخص اللي يدخل بلد مفروض انه في تنظيم، يعني زي اي حاجه، يعني بدخل المكان لازم يكون في يعني الاوراق الثبوتيه اللي بتثبت ان انا مؤهل لدخول هذا المكان، يعني ادخل بحجز تذكره طياره، يبقى عندي جواز سفر، يبقى عندي تاشيره، او لو ما فيش تاشيره للبلد دي ممكن ادخل بشكل طبيعي. وكمان ابقى مؤهل للدخول، مثلا البلد دي بتدخل ناس عشان تشتغل، لو انا داخل اشتغل يبقى لازم يكون معايا عقد عمل، لو دخلت بشكل شرعي واشتغلت ابقى في الوقت ده برضو عامل غير شرعي، يبقى كده برضو مهاجر غير شرعي. دخلت سياحه مثلا واشتغلت يبقى ده مهاجر غير شرعي، ده يبقى مهاجر غير شرعي لانه مش من حقه يشتغل. وزي ما قلت لحضرتك يمكن في اللقاء اللي فات، في يعني اكتر من حاله لانه الشخص يبقى غير شرعي، مش بس الدخول بشكل غير شرعي، لا ممكن يدخل بشكل شرعي ويشتغل زي ما قلت لحضرتك، يبقى في الحاله دي برضو شخص غير شرعي في هذا الوقت. وفي حاله تانية يمكن حاله نادره شويه، الحاله الثالثه انه ممكن يكون دخل بشكل شرعي واشتغل بشكل شرعي بس قوانين اتغيرت فاصبح بقاءه غير شرعي، يبقى بقاءه غير شرعي لازم يسوي وضع او يرجع. الهجره غير الشرعيه نفسها بقى دي بتبقى من البدايه بيفكر ان هو يدخل بدون اوراق ثبوتيه لانه مش قادر يدخل بأوراق ثبوتية، مش قادر يجيب تأشيرة البلد دي لأنه غير مؤهل أنه يدخلها لسبب أو لآخر. إذا كان الشخص ده بينجح بالدخول لهذا البلد بشكل غير شرعي وبيجد عمل وبيمارسه بالفعل وممكن يستمر فيه لسنوات، إزاي الدول اللي بتستقبل هؤلاء المهاجرين تتعامل مع هذا الأمر الواقع وهو بيقدر بآلاف؟ يعني إزاي تتعامل معاهم وليه ما بيبقاش الهجرة تتم عن طريق قنوات شرعية إذا كان بالفعل الشخص مؤهل لممارسة هذا العمل؟ في الحقيقة مشكلة كبيرة قوي، يعني احنا لو بنتكلم عن أوروبا واللي هي يعني دولة دايما استقبال المهاجرين وخصوصا المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين دلوقتي، طبعا يعني أوروبا فيها حوالي من 3 إلى 5 مليون مهاجر غير شرعي أو مهاجر غير نظامي. وفي الحقيقة معظمهم بيشتغل، يعني حتى المتعطل منهم بيشتغل يوم يومين في الأسبوع أو بيشتغل ساعتين في اليوم، يعني بيجد فرصة عمل. المشكلة هنا في العلاقة بين السياسة والاقتصاد. الاقتصاد بيرحب بالناس دي لأنه دي بتبقى عمالة رخيصة ما لهاش أي حقوق، ممكن تشتغل يعني أكتر من ساعات العمل المقررة، وبياخد عادة يعني دخل أقل أو أجر أقل من المواطن العادي. والحاجة التانية كمان المهمة أنه بيشتغل في حاجات المواطن العادي ما بيقبلش أنه يشتغل فيها، بتبقى أصعب، بتبقى مستواها الاجتماعي أقل وهكذا. طيب ليه الدول دي سايباهم؟ هنا في زي ما بقول لحضرتك العلاقه بين السياسه والاقتصاد، ما يقدرش في نفس الوقت هو ما يقدرش يمشيهم لانه بيساهموا في الاقتصاد بشكل او باخر، فبيغض النظر عنهم الى حد ما الى حد ما. النقطه الثانيه انه الدول دي يمكن عندها يعني تشريعات مختلفة عننا، ومسألة حقوق الإنسان عندهم يمكن واضحة قوي، فما يقدرش يمشي 3 مليون شخص من أوروبا فجأة كده يقول لك الناس دي لازم ترجع. ثانيا هو الشخص اللي لما بيبتدي يعني يرجعوه أحيانا بيتحايل يقول لك لا أنا لاجئ أنا ما أقدرش أرجع لأنه في خطر على حياتي لو رجعت مثلا، فبيضطر أنه هو يبقي. طب بالنسبة لسماسرة الهجرة غير الشرعية، يعني في التحقيقات الخاصة بالمحاولة الأخيرة عرفنا أن 30,000 جنيه بيدفعها المهاجر غير الشرعي لسماسرة الهجرة غير الشرعية، رقم كبير جدا يا دكتور أيمن. هو طبعا 30 يعني 30,000 زائد المخاطر من ركوب سفن متهالكة أو طبعًا مراكب متهالكة وعرضة للغرق طبعًا، ودي حوادث كتيرة يعني تم رصدها. المغامرة دي مغامرة بالحياة ومغامرة بالمال أيضا، لأنه ممكن طبعًا معرض أنه يفقد الأموال اللي دفعها وأنه يطلع دايما الموضوع وهمي. فكرة الـ الإقبال على ده بيكون ليه وإزاي مجابهة ده؟
يعني الإقبال على ده بيكون ليه؟ الأول خلينا كأننا إحنا في صف الناس دي بيفكروا إزاي عشان نعرف يعني نتعامل معهم أو نعرف نوصل لهم رسالة لو إحنا حابين فعلا إن إحنا نوصل لهم رسالة. أولا 30,000 ده مبقاش مبلغ كبير لأنه الحصول على عقد عمل في الدول الخليجية دلوقتي بقى يوصل 30,000. يعني ممكن يحصل على عقد عمل يشتغل في دولة خليجية وبيدفع 30,000. يمكن احنا بنقيسها بتصرفاتنا احنا او بسلوكنا احنا. يعني لو حضرتك اتعرض عليكي تشتغلي في قناه اخباريه دوليه هيبعتوا لك تذكره الطياره ويبعتوا لك فلوس قبلها عشان توصلي وهم اللي هيدفعوا فلوس للشخص اللي هيسهل اجراءات سفرك. لكن بالنسبه للعماله في سوق يعني مش بس سمسرة الهجرة، سمسرة الهجرة بيعملوا حاجة غير مشروعة، لكن كمان مكاتب السفر نفسها أحيانا بتعمل حاجات غير مشروعة. الطبيعي أنه في سوق العمل أنه يبقى في موائمة بين العرض والطلب. يعني لو واحد في دولة خليجية أو في أي دولة محتاج مثلا ميكانيكي، الميكانيكي ده مش مفروض يدفع فلوس عشان يروح يشتغل عند الشخص التاني، ده مفروض يبعت له تذكرة الطيارة ويستناه واحد في المطار ويقعده في فندق لغاية ما يصرف سلفة ويعني يظبط حياته. اللي بيحصل العكس، سوق العمل نفسه مختل لأنه كل الناس، يعني احنا عندنا بتاع 2 مليون أو أكتر من في دولة واحدة في الخليج، وعندنا أكتر من ده في يعني عندنا حوالي 4 مليون في دول الخليج، كل دول بيدفعوا معظمهم ما عدا طبعا التوظيف الحكومي. كل دول اللي بيشتغلوا في القطاع الخاص واقعين في ظل سماسرة هجرة. بس مش سماسرة إجراميين زي بتوع زي الهجرة غير الشرعية، لا سماسرة اللي هي المكاتب. طبعا المكاتب في ناس بتشتغل كويس، يعني عندنا حوالي 1000 مكتب توظيف معظمهم بيشتغل كويس، لكن في مكاتب بتعمل مخالفات وفي ناس بتشتغل بره المكاتب. فبياخد منه 30,000 اللي حضرتك بتتكلم عنهم اللي هو بيدفعهم دول، بيدفعهم عشان يروح يشتغل في الكويت ب 100 دينار يعني 2500 جنيه. مبلغ بسيط جدا جدا. طب دكتور أيمن، يعني يمكن في حوارات سابقة مع ضيوف آخرين كانوا بيتحدثوا إن في عندنا وظائف ممكن توفر هذا القدر من المال، ولكن في عزوف من العاملين عن العمل في هذه الوظائف في مصر وبيروحوا يشتغلوا في ظروف أصعب وفي بيئة أسوأ ربما في أوروبا أو في أي دولة أخرى في أي مكان آخر يعني، وبيقبلوا هذا الوضع. تفسير حضرتك للبعد الاجتماعي أو النفسي بالنسبة للمهاجر غير الشرعي اللي بيغامر بحياته وبأنه ربما يكون بيتعرض للنصب أيضا في تعامله مع السماسرة وبيغامر بده كله ويسافر عشان يشتغل وظيفة هو مش راضي عنها في بلده أصلا. ليه؟ يعني يمكن من فترة كنت في إيطاليا مع الناس دي فبسألهم يعني يعني أنت ليه بتاخد المخاطر دي وليه أنت عايش هنا من غير أي أوراق ثبوتية؟ على فكرة هو عايش من غير أي حاجة. يعني أنا هنا لو نزلت ونسيت البطاقة في البيت برجع. لا هو قاعد من غير أي حاجة خالص، لا بطاقة ولا جواز سفر ولا أي حاجة. فبسأل واحد منهم مرة قال لي كلمة يعني كلمة صعبة، قال لي سنة هنا برغم شوف كل المشاكل دي، سنة هنا زي 10 سنين في الخليج. فالعائد بتاعها ليه؟ لأنه الشخص لما بيشتغل تحت مخاطر شديدة، يعني هو قاعد من غير أي أوراق ثبوتية ممكن في أي لحظة يترحل، فهو بيحاول يعمل أعلى عائد ممكن. العائد البسيط اللي بياخده في الدول الأوروبية اللي هو يعتبر أقل من نص الأجر الأدنى للمواطن الأوروبي هو بالنسبة له أعلى، وبيقدر يحوش منه أكتر وبيعيش حياة حرمان شديدة. ليه؟ بالذات المهاجرين الجدد. ليه؟ لأنه احنا كمصريين تعودنا على الهجره للخليج او لليبيا او للاردن دلوقتي. نمط هجره المصريين للخليج وللدول العربيه نمط هجره عمل مش هجره استيطانيه لانه ما بيقدرش يستوطن. فهجره العمل دايما بيبقى هدفه ان هو يحقق اعلى عائد، فبيتعامل بنفس الشكل ده وهو في اوروبا عاوز يجمع اعلى عائد ويرجع. فلذلك بقول انه نمط هجره المصريين لاوروبا أو الهجرة غير الشرعية بالذات هو إعادة إنتاج لنفس نمط هجرة المصريين للخليج. بيروح هناك بيكون أعلى منافع، بيحرم نفسه، يعيش متقشف حرمان جدا شديد. نعم. حرمان شديد. يعني زي بالظبط على فكرة العمالة الداخلية المهاجرة من إبلي وبحري اللي في القاهرة برضو عايشين في أماكن صعبة جدا، عايشين 20 واحد في أوضة بيناموا بالورديات عشان يوفر. يعني ممكن لو دخلوا في اليوم 30 يورو ولا حاجة يصرف يورو ولا 2 يورو عايش كفاف علشان يحوش. فالعائد هنا بيعلى لأنه مش يعني هو مش راح يعيش خالص،
هو همه ان هو لما يرجع يكون معاه. طب اذا كان المهاجر غير الشرعي بيمثل يعني قيمه مهمه بالنسبه للاقتصاد بالنسبه للدول المستقبله للمهاجرين غير الشرعيين، لماذا لا يتم تقنين اوضاعهم حتى لو تم عمل وضع استثنائي لمهن معينه؟